من فارق أهل السنة سببه مجالسة أهل الأهوى والبدع. أنا ثابكم الله، هل هناك فرق بين أن يقال فلان صاحب بدعة وفلان مبتدع؟ حسب ما فهمته من أهل العلم أن بينهما فرقا، فصاحب بدعة مثل واقع في بدعة، ومبتدع هو الذي قامت عليه الحجة وعلم أن هذا بدعة، أن عمله بدعة، فعاند وكابر. نعم.